يا ويتني شجاش أرسلت نسكار اللي إلا نقول لي سلكام دا وانز أرت تخدام يفكا أختو درد في دومن في الغاو اللي هناد سلام تا يتما على المقارة ديوش كان يختين ربي يا مرسس نصفي إخا عزانين يقدروا لان كان يسقسيكن نغد كان يسويهم على يتاخد صدري سياد اللي ردو منيني على يتاخد صورنا في لوني الخان أول نشلحينتنا أول نتعرض لا دريسان قاغن كاد تبرات التفاوت أبطارتادو 800 طري مولاس ملاقا إيه 29 62 زيرو إسبانيا هذا السخز تبرات التفاوت أبطارتادو 800 طري مولينوس ملاقا إيه 29 62 زيرو إسبانيا والنيران داخل ديارة الديارة غبرنج ولا دريسيد ليس منا سوسوروس فرانسيس أما والنيران أدي ساول ستليفون أدي نخيني كيم ستليفون النميرو نخن التليفون يقام كاد وقل سنت مازيت المغرب 06 23 52 71 79 هذا سلس 06 23 52 71 79 أما يتمتنا اللي لانين عبرانت مازيل في المغرب تليفون نخي يا غمكاد 00212 6 23 52 71 79 هذا سلف 00212 6 23 52 71 79 أدور ستوم أفضل بالفيلم من تدرت المسيح ليلا ستشحيت نغد أفضل بنيات الكاسيت لبهري فولكين اللي كان سيسم القيس المسجل الكاسيتات اللي تلقى القصاد لبهري فولكين نغد أفضل بالكاسيت اللي غلان يوالي وندوماري الكاسيتات تلقى سيسم واللي في الدار بي على يتاخد عيت ما ديستما هيا خنقل سبراتي النوم مختلفون نوم أرغبتين أشرق إن هنا دسلمت على المقارنة يغنين يغتلنا ربي يا مرسل استمعوا أصدقائي إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج يوم الاثنين القادم. اكتب لنا صديقي إلى هذا البرنامج على العنوان التالي: برنامج رسالة من نور، ويمكنكم الكتابة إلينا على البريد الإلكتروني إيميل @ أخبار مفرحة .com إيميل @ AKHBARMUFRIHA .com كما يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.akhbarmufriha.com www.akhbarmufriha.com تحطمت القيود تحطمت القيود برنامج أسبوعي يقدم لأول مرة في اللغة العربية وبصورة تمثيلية القصص الواقعية لأشخاص حقيقيين من مختلف بلاد العالم وكيف تغيرت حياتهم تماما وتحطمت قيود الخطيئة والظلام عنها عندما تعرفوا بصورة شخصية على السيد المسيح.